أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يحكم على المأمون ومن تبعه في حمل المسلمين على القول بخلق القرآن؟ هل يحكم على المأمون ومن تبعه في حمل المسلمين على القول بخلق القرآن؟ هل يحكم عليهم بالكفر؟ المأمون متأول ومقلد للمعتزلة، فلا يحكم عليه بالكفر. أما بشر المريسي وابن أبي دؤاد لا شك أنه يحكم عليهم بالكفر، لأنهم يعلمون هذا ويعلمون ويدعون إلى هذا، والداعية إلى البدعة يكفر إذا كان يدعو إليها، يكفر وهو يعلم أنها بدعة ومخالفة للشرع، يكفر بذلك. أما المأمون فهو من جملة من يعذرون بالتقليد والتأويل. نعم، ولذلك الإمام أحمد لم يكفر المأمون، نعم، بل حتى ولا دعا عليه ولا خرج على ولايته، ما خرج على المأمون أو حرض على المأمون أبدا، صابر على الابتلاء والامتحان. وإذا قالوا له قال هاتوا لي دليل، تحداهم يقول هاتوا لي دليل من القرآن أو من السنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.